الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية 27 درجة مئوية، الملموسة 24، الرطوبة 13%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا سكاكا 36 إلى 22، نفس الحرارة تقريبا في عرعر، طقس صافي في كلا المدينتين، تبوك طقس حار بشكل لافت 38 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية جدة 38 إلى 29، المدينة المنورة 41 إلى 29، مكة المكرمة 43 إلى 31، أما الطائف 31 إلى 22 مع فرصة ضعيفة لبعض زخات الأمطار الرعدية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بحالة ضعيفة من عدم استقرار الجو، فرصة ضعيفة أيضا لهطول بعض زخات الأمطار الرعدية في الباحة 29 إلى 22، أبها 30 إلى 19، جازان 36 إلى 33. المنطقة الشرقية نبدأ بالدمام، رياح نشطة 36 إلى 27، حفر الباطن أتربة مثارة 35 إلى 24، أما الإحساء 38 إلى 24. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي و35 إلى 24، بريدة 38 إلى 23، أما حائل 34 إلى 22. إلى اللقاء.